الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بإعطاء المال للميت في المنام تكون إشارة على خسارة الرأي للعديد من الأموال الفترة القادمة، والله أعلم. رؤية إعطاء المال للميت في المنام يكون دليل أن صاحب الرؤية ينفق أمواله فيما لا فائدة فيه، والله أعلى وأعلم. رؤية إعطاء المال للميت وأخذه الميت من الحي في المنام علامة أن هذا الميت يحتاج منه الصدقات، والله أعلى وأعلم، والدعاء له. كما تدل رؤية إعطاء المال للميت في المنام تكون إشارة أن صاحب الرؤية لا يعرف قيمة الأموال التي في حوزته، فعليه أن ينفق الأموال بشيء، يعني ينفق الأموال بشيء كويس، ما يكونش مبذر في الأموال بغير فائدة، والله أعلم. وإذا رأت المرأة المتزوجة الأموال في المنام تكون إشارة أنها ستتعرف على صديقة وفية قريبا الأيام القادمة، بينما إذا رأت المرأة المتزوجة أن الأموال ضاعت منها علامة على خسارة لها ولزوجها الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يعطيها فلوس ورقية يكون دليل على الود والمحبة بينهم، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يعطيها أموال ذهبية تكون إشارة أنها ستكون حامل في ذكر الأيام القادمة، والله أعلم. رؤية الأموال بشكل عام في منام المرأة المتزوجة يكون دليل أن المرأة تحتاج إلى الأموال في الواقع بشكل كبير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم.